السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير. اليوم راح نشرح محاضرة جديدة بعنوان الكونكتيف تيشو، اللي هي الأنسجة الضامة أو الأنسجة الرابطة. الكونكتيف تيشو شباب، مبدئيا راح يحكي لي عن الوظائف العامة لهذا النوع من الأنسجة. فأول وظيفة نقدر نستوحيها من اسمه، هو اسمه الكونكتيف تيشو، يعني الأنسجة الضامة أو الرابطة. فالوظيفة الأولى هي binds together، انه تربط، تسوي سبورت، تقوي، سترينثن اذر بودي تيشوز. فاذا هي تعمل على ربط ودعم وتقويه انسجه الجسم الاخرى، وكذلك ترتبط مع بعضها البعض. يعني الكونكتيف تيشوز لها ارتباط مع بعضها البعض. فاذا اول وظيفه قلنا نقدر نستوحيها من اسمه هو ككونكتيف تيشو، قلنا فوظيفته بايندينج، ربط. ثاني وظيفة شباب هي الحماية. كلش مهم، كلش مهم انه اعرف انه احد وظائف الكونكتيف تيشو هو حماية الاعضاء الداخلية، فبروتكتس اند انسوليتس انترنال اورجنز. اذا هو وظيفته او وظيفته الثانية هي حماية وعزل الاعضاء الداخلية، يعني الفيزرا او الاحشاء. ثالث وظيفة شباب هي يعتبر الكونكتيف تيشو هو الميجر ترانسبورت سيستم وذين ذا بودي. شلون انا اعتبرته انه هو الميجر ترانسبورت سيستم، اللي هو الاكثر جهاز او جهاز النقل الاعظم يعني داخل جسمنا؟ لانه الدم هو احد انواع الكونكتيف تيشو. الدم هو احد انواع الانسجه الضامه او الرابطه، وبما انه الدم هو اكثر شيء ممكن ينقل لي مواد داخل الجسم، فاعتبرنا الكونكتيف تيشو احد وظائفه هو الترانسبورت. فاذا هو يعتبر the major transport system within the body. رابع وظيفه شباب هي خزن الطاقه. خزن يعتبر فد مخازن او مخازن للطاقه داخل الجسم. شلون؟ يقول لي انه هي سايت اوف ستورد انرجي ريسيرفز. ليش اعتبرتها انه هي مواقع لخزن الطاقة؟ لانه احد انواع الانسجة الضامة هو الانسجة الدهنية. هسه راح نشوف هسه بالانواع مالتها، راح نلاقي انه احد انواعها هي النسيج الدهني، والنسيج الدهني هو وظيفته خزن الطاقة، معروفة يعني، هذه كنا نعرف هذا الشيء. ثالث شغلة، يعتبر الكونكتيف تيشو هو المين سايت اوف اميون ريسبونس. الاميون ريسبونس اللي يشمل هواي خلايا، بما فيها الخلايا المناعية اللي موجودة بالدم، خلايا الدم البيض والماكروفيجز وغيرها، هو وين دا تحدث كلها؟ يعني الموقع مال الاميون ريسبونس او الاستجابة المناعية كلها دا تحدث في الكونكتيف تيشو، في الانسجة الرابطة وخاصة الدم. فاذا يعتبر النسيج الرابط او النسيج الضام هو المين سايت او الموقع الاساسي للاميون ريسبونس او للاستجابات المناعيه. فاذا بس نعيد وياكم الوظائف مالتها، اولا وظيفه دعم او عفوا الوظيفه الاولى هي ربط ودعم وتقويه للانسجه الاخرى، وهذا الشيء قلنا نقدر نستوحيه من اسمها. ثاني شيء هو حمايه، ثالث شيء نقل، رابع شيء خزن طاقه، خامس شيء وظيفة مناعية، يعتبر هو المين سايت اوف اميون ريسبونس. نجي هذا الكونكتيف تيشو، من اجي اقول هذا النسيج هو مكون من شنو؟ مكون من ثلاث شغلات اساسية، خلايا والياف ومادة اساس. خلايا والياف ومادة اساس، فاذا يتكون من سيلز، خلايا، فايبرز، الياف، اند جراوند سبستنس اللي هي المادة الاساس. يقول لي المادة الأساس يعني اللي هي الماتيريال اللي موجودة ما بين السيلز وما بين الفايبرز، هاي من اللي يفرزها؟ تفرزها الخلايا، وهي هاي المادة اللي تحدد لي طبيعة النسيج الضام، هل هو دينس، هل هو كثيف، هل هو لوز، هل هو رخو، وهكذا. فإذا الماتيريال المادة اللي هي ما بين الخلايا والفايبرز من يتم إفرازها عن طريق السيلز، وهي التي تحدد التشو كواليتي او خصائص النسيج باي نوع من الانواع كان.
وراها الشباب راح يجي يحكي لي عن عن الخصائص المشتركة اللي تشترك بيها جميع أنواع الأنسجة الضامة، فراح نلاقيه يحكي لنا عن الجنرال فيتشرز اوف كونكتيف تيشو، شنو هي الشغلات اللي بأي نوع من أنواع الكونكتيف تيشو ممكن ألاقيها. أول خاصية شباب هي doesn't occur on free surfaces، أو بالأحرى doesn't exist on free surfaces، يعني لا يمكن أن أجد الكونكتيف تيشو أو النسيج الضام على السطوح الحرة، عكس النسيج الطلائي الابيثيليال تيشوز. احنا كنا وين نلاقيها؟ نلاقيها على السطوح، تبطن الأعضاء الداخلية وتوجد على السطوح الخارجية اللي هو مثل السكين وغيره. أنا هذا الشيء ما راح ألاقيه بالكونكتيف تيشو. الكونكتيف تيشو وظيفته داخلية، يحمي، يدعم، ممكن ينقل، اما وجوده على الفري سيرفيسز او على السطوح الحره فما راح يفيدني، ما راح يفيدني وجوده. لذلك doesn't occur on free surfaces، هذه صفه مشتركه لجميع انواع الكونكتيف تيشوز. ثاني شيء انه جميع الكونكتيف تيشوز يغذيها نيرف او تغذيها نيرفات، الها فد نيرف سبلاي، عدا منو؟ عدا الكارتليدز، كلها تجيها اعصاب تغذيها، عدا منو؟ عدا الكارتليدز. وهذا الشيء اخذته بالاناتومي انه الكارتليدز ما تغذيها اعصاب. ثالث شيء انه يكون هايلي فاسكولر، يعني شنو؟ يعني انه كميه الاوعيه الدمويه اللي بيه تكون كبيره، وهذا الشيء همات نقدر نستثني من عند الكارتليدز والتندونز او الاوتار. اذا الكارتليدز والتندونز نقدر نستثنيها من شنو؟ من انه هي تكون هايلي فاسكولر. اذا لا توجد على السطوح الحره، الها فد نيرف سبلاي على الكارتليج، وتكون هايلي فاسكولر همتين عدا الكارتليج والتندنز. زين السيلز او انواع الخلايا، طبعا انواع الخلايا من كونكتيف تيشو الى يعني من نوع الى اخر راح تختلف نسبتها، تكون متباينه، لكن بصوره عامه انواع الخلايا اللي موجوده في الانسجه الضامه هي كالتالي. النوع الاول هي الفايبروبلاست. الفايبروبلاست هي شنية؟ هي لارج فلات سيلز مايجريت ثرو اوت كونكتيف تيشو سيكريتينج ذا فايبرز اند جراوند سبستنس. اذا الفايبروبلاست او الخلايا اللي يسموها، يمكن اعتقد الفايبرو يعني ليفي فيسموها الخلايا الليفيه، انتوا لا تحفظون هيك اسماءها يعني تترجموا كل شيء وهاي، لانه هيك ما راح تتعلمون. فالفايبروبلاست او الارومات الليفيه هي فد لارج فلات سيلز، هي خلايا تكون مسطحه وتكون الطبيعي السايز مالتها يكون كبير، مايجريت ثرو اوت ذا كونكتيف تيشو، تنتقل خلال النسيج الضام. ووظيفتها شنو؟ وظيفتها تكوين الفايبرز، يعني افراز الفايبرز الالياف والجراوند سبستنس، وهي من اسمها فايبروبلاست. فاذا هي وظيفتها تكوين، غالبا وظيفتها تكوين الفايبرز كونها فايبرو وتكوين الماده الاساس. ثاني نوع او ثاني خليه من خلايا ثاني خليه من خلايا الانسجه الضامه هي الماكروفاجز. هي الماكروفاجز فديفلوب فروم وايت بلاد سيلز، يعني شنو؟ يعني الاوريجين مالتها، من ارجع على اصلها، هي شنو؟ هي كانت خليه دم بيضاء سراوند اند انجلف ماتيريال باي فاجوسايتوسيس. انا وظيفه الماكروفاج او الخلايا البلعوميه كنا ندري بها انه هي تيجي على الماتيريال، سواء كان هذا الماتيريال الماده سواء كانت غريبه لاغراض مناعيه او لغرض انه تغذيه الخليه، فاذا هي مسؤوله عن الاكل الخلوي. فاذا هي سراوند تحيط اند انجلف تبتلع شنو هي؟ الماتيريال عن طريق عمليه يسموها الابتلاع الخلوي او الفاجوسايتوسيس. والاوريجين قلنا مالتها منين؟ هي منين تنشا الماكروفاج؟ تنشا من خلايا الدم البيض. زين بالتفاصيل راح تاخذوها بعدين، يعني هي هاي كل خليه الماكروفاجز والماس سيلز والهاي كل وحده وشنو اصلها. هاي الماكروفاجز مثلا بالدم شنو نسميها، وبالكونكتيف تيشو يعني بالانسجه المحيطيه شنو نسميها.
ثالث نوع اللي هي الماست سيلز او يسموها الخلايا البدينه او هيك شيء alongside blood vessels. وين السايت مالتها؟ وين ممكن الاقيها؟ يقول لي alongside blood vessels، على يعني على على طول او على جانب الاوعيه الدمويه that supply connective tissue، على جانب او على طول الاوعيه الدمويه اللي تغذي لي منه، اللي تغذي لي الكونكتيف تيشو. وظيفتها جدا مهمه انه افتهمها، وممكن يجيكم ام سي كيو، انه احد الخلايا التاليه لها وظيفه افراز الهستامين. ماده الهستامين راح تشوفوها انه ماده تاخذوها بالاميونيتي بالمناعه، انه ماده لها علاقه جدا قويه بالاستجابات المناعيه وبالش اسمه وبالحساسيه وغيرها. فوظيفة الهستامين هو توسع الأوعية الدموية، dilation تسوي لل blood vessels. فمن اللي تفرز هذا من تفرز الهستامين؟ تفرز الماست سيلز. أول شيء لازم نرجع نعيد، الماست سيلز وين موجودة؟ alongside the blood vessels that supply connective tissue، هاي السايت مالته. شنو وظيفة الماست سيلز؟ إفراز الهستامين. الهستامين شنو وظيفته؟ هي عبارة عن كيميكال، مادة كيميائية that dilates blood vessels. إذن هي وظيفتها شنية؟ وظيفتها توسعة، تسوي dilation element للأوعية الدموية. ثالث نوع من الخلايا هي الأديبوس تيشو أو الأديبوسايتس، اللي هي عبارة عن شنية؟ أو نسميها الفات سيلز، يعني الخلايا الدهنية. وظيفتها من اسمها خلايا دهنية، إذن وظيفتها هي خزن الدهون، وخاصة الدهون الثلاثية اللي هي الترايجليسرايد، الدهون الثلاثية. فإذا فايبروبلاست، أنواع الخلايا فايبروبلاست، ماكروفاج، ماست سيلز، أديبوسايتس، هاي الخلايا الأساسية اللي موجودة في الكونكتيف تيشوز. فايبروبلاست قلنا وظيفتها تكوين الفايبرز والجراوند سبستنس، الماكروفاج وظيفتها الفاجوسايتوسيس، هاي أهم شيء تعرفون كل وحدة وظيفتها، الماست سيلز وظيفتها انتاج الهستامين، والاديبوسايتس وظيفتها خزن التراي جليسرايد. زين، الكونكتيف تيشو، الكونكتيف تيشو ماتريكس، او نسميه القالب، يعني هي مال الكونكتيف تيشو، او نسميه الماده الاساس او الجراوند سبستنس. الجراوند سبستنس اللي هو الجراوند سبستنس اللي هو الكومبوننت اوف كونكتيف تيشو بتوين ذا سيلز اند فايبرز، هي الماده اللي موجودة ما بين الخلايا وما بين الألياف ضمن نسيج ضمن النسيج الضام أو ضمن الكونكتيف تيشو. وظيفته هو شنو؟ يعني من أجي على وظائف العامة للجراوند سبستنس، هو سبورت سيلز، يوفر في الدعم أو تقوية للخلايا، سبورت سيلز يربط ما بين الخلايا، فإذا هو binds them together، هو موجود ما بيناتهم، فأكيد حتى يربط ما بيناتهم، فإذا هو وكذلك يدعمهم، يوفر لهم فد سبورت. فإذا هو سبورت سيلز binds them together and provides a medium through which substances are exchanged. فإذا هو أيضا يوفر فد وسط من خلاله تتم الانتقالات من وإلى داخل من وإلى داخل وخارج الخلية يعني. ومن الأمثلة عليه من الأمثلة عليه هو من هو؟ هو الهيالورونيك أسيد، يعني أحد أنواع الجراوند سبستنس مال الكونكتيف تيشو هو من هو؟ هو الهيالورونيك أسيد. زين، نيجي عليه من على الفايبرز. هسه حكينا عن السيلز وأنواعه، حكينا عن الجراوند سبستنس أو سميناها الماتريكس. هسه ثالث شيء راح نحكي عليه من على الفايبرز او عن الالياف. انا عندي ثلاث انواع من الالياف موجوده في الكونكتيف تيشوز، ايضا تختلف بنسب متباينه حسب نوع النسيج، لكن الوظيفه الاساسيه لجميع هاي الفايبرز هي سترينثنز اند سبورت كونكتيف تيشو، اما تقويه ودعم المن للكونكتيف تيشو. احنا طبعا الوحده الوظيفيه للكونكتيف تيشو هي الخلايا اللي حكيناها فوق، اللي هي فاجوسايتوسيس ممكن تسوي لنا وبروديوس هيستامين وسبورت وغيره وخزن للترايجليسيرايد. فالوظيفه او الوحده الوظيفيه في النسيج الضام او النسيج الرابط هي الخلايا بصوره رئيسيه، اما هذه البقيه فكلها مكملات يعني تعتبر بالنسبه لها للتقويه وللدعم وغيره.
فإذا هي وظيفة الفايبرز strengthens and supports connective tissue. شنو هي أنواع الفايبرز اللي موجودة؟ أولا كولاجين فايبرز، ثاني شيء الإلاستيك فايبرز، ثالث شيء الرتيكولر فايبرز. فنجي على أولا اللي هي الكولاجين، كولاجين فايبرز. الكولاجين فايبرز أول شيء لازم نفهم إنه هي هو أكثر، هي أكثر ألياف منتشرة داخل جسمنا، كولاجين فايبرز، وغالبا هم البنات اللي يعرفون الكولاجين لأنه استخداماتهم للبشرة وغيره يعني تعاملهم دايركت وياه. فالكولاجين فايبرز هي شنية؟ هي أكثر الألياف انتشارا داخل الجسم. من الصفات مالتها العامة إنه تكون هاي الألياف تكون قوية سترونج، وتكون بنفس الوقت مرنة، قوية ومرنة، تكون سترونج أند فلكسبل، وتقاوم الشد والسحب. فإذا هي resist pulling forces، تقاوم الشد والسحب أو القوى الساحبة. من شنو تتكون هاي الكولاجين فايبرز؟ من اسمها كولاجين، إذا تتكون من بروتين الكولاجين which is most abundant protein in your body. إذا هو البروتين الأكثر انتشارا داخل جسمنا من هو هذا جي ام سي كيو، هو الكولاجين. ثاني نوع من أنواع الفايبرز اللي موجودة بجسمنا هي الإلاستيك فايبرز. هي من هي؟ هي الإلاستيك فايبرز. الإلاستيك فايبرز هم من اسمها تتكون من يا نوع من البروتين اسمه، هي إلاستيك، إذن هي تتكون من بروتين اسمه الإلاستين. هاي الفايبرز يكون الدايميتر مالتها أقل من الدايميتر مال الكولاجين فايبرز، يعني القطر مالتها تكون أنحف. برانش تو فورم نتورك، لكن هي تكون اكثر تفرعا من الكولاجين فايبرز بحيث تكون لي شبكه. ثالث نوع هو الراتيكولر فايبرز او الـ الالياف الشبكيه. هذا تبرز وظيفته غالبا وين شباب؟ بالوالز اوف بلاد اوف بلاد فيزلز. يعني شنو؟ يوفر في الدعم او تقوية المن للوالز مال بلاد فيزلز. ليش؟ لانه هو يعمل على الكفرينج مالته، يغطيها. زي من شنو يتكون هذا الراتيكولار فايبرز؟ يتكون من كولاجين، ويتكون من يعني ويا جلايكوبروتين. فاذا كولاجين ويا جلايكوبروتين يحيط بهذا الكولاجين، راح يكون لي فد نوع من الفايبرز اسمها الراتيكولار فايبرز، توفر فد سبورت المن للبلاد فيزلز. وراها الشباب راح ينطيني مثال عن فد خلل وراثي ممكن يصيب تركيب او تكوين الكونكتيف تيشو. هذا الخلل الوراثي يعرف باسم مارفان سيندروم. مارفان سيندروم شباب هو inherited disorder، هو مرض وراثي. السبب مالته الجين المسؤول عن تكوين جلايكوبروتين اسمه الفايبرولين راح يصير بي ديفكت. فإذا caused by a defective gene، إذا خلل، بما أنه هو مرض وراثي فأكيد أكو فد خلل جيني. فإذا defective gene for من هو؟ for glycoprotein اللي يعرف باسم الفايبرولين. هذا الشيء من يصير بي defect، الفايبرولين اللي هو glycoprotein من يصير بي defect، هذا الشيء راح يؤدي لنا إلى إيش؟ يؤدي لنا إلى abnormal development of elastic fibers. يعني الألياف المرنة اللي حكينا عنها فوق راح تكون abnormal، راح تكون غير طبيعية. بسبب شنو؟ بسبب خلل بالجلايكوبروتين اللي هو الفايبرولين. زين، بما أنه أنا المتأثر عندي بالمارفان سيدروم هو الفايبرولين، الفايبرولين وبالتالي الإلاستيك فايبرز، فبالتالي أنا الأنسجة اللي تحتوي على كمية إلاستيك فايبرز هواية راح هي اللي راح تتأثر. فيقول لي this causes tissues that contain many elastic fibers to be malformed or weak. يعني الأنسجة اللي تحتوي على كمية كبيرة من الإلاستيك فايبرز هي اللي راح تكون شنو؟ اللي راح تتأثر بشكل أكبر، لأنه وظيفتها نوعا ما معتمدة على الإلاستيسيتي مال هاي الفايبرز، على المرونة مال هاي الفايبرز. فبالتالي أنا صار بها فتخلل الإلاستيك فايبرز، فراح تكون هاي الكونكتيف تيشوز أو يعني خصوصا يعني شو اسمه يبرز التشوه او الضعف مالتها وين يبرز بهذيك المناطق. زين، يقول لي including the covering of the bone
ligament that suspends the lenses of the eye and the walls of the large arteries. يقول لي خاصة وين؟ خاصة الكفرنج مال البون اللي هي الأنسجة اللي تحيطنا بالبون تحتوي على إلاستيك فايبرز هواية. الليجمنت اللي تلزم لي العدسات مال العين وكذلك الوولز مال اللارج ارتريز. الوولز مال اللارج ارتريز مال اللارج ارتريز مثل الايورتا والبرانشات الكبيره مال الارتريز مال الجسم تكون بيها الوولز مالتها يعني تحتوي على كميه كبيره من الالاستيك فايبرز، فبالتالي تاثرها راح يكون جدا كبير. زين انا حكيت هذا الموضوع نظري جينيتيكالي وغيره، كلينيكالي شلون اشوفها من يجيني بالمستشفى؟ ابو مارفان سندروم من يجيني الاحظ انه طويل القامه، يعني بالنسبه لعمره انه طول شويه متعدي اقرانه، هاي وحده. الاقي انه الارمز مالته، الاذرع مالته، الرجل مالته، الاصابع الايد والقدم كلها تكون نوعا ما طويله. يجي يشكي لي عنده بليرد فيجن، ممكن يقول لك عيني تغوش، عيني مغوشه بليرد فيجن عنده، and weakened aortic walls. واحنا اتفقنا انه اللارج الوولز اوف لارج ارتريز راح تتاثر وتكون ويك، فمن ضمن راح تتاثر اكبر لارج ارتري بالجسم شنو هو؟ الايورتا، لان هو ينطيني للكل. فراح تكون الوولز مالته راح تكون ويكند لدرجه انه ماي بيرست، يعني من الممكن انه تنفجر، يعني نتيجه جريان الدم فيها من الممكن انه شو يصير بيها؟ يصير بيها انفجار او تنزرف ويصير عندي نزيف داخلي. تمام. فاذا بيبل وذ مارفان سيندروم ار اوفن تول، يكون شو اسمه اطوال، يجيني طويل القامه، لونج ارمز، لونج ارمز ليجز فينجرز اند توز، الاقي انه ذراع طويل، رجلي طويله، الاصابع مال ايدين والرجل، يجي يشكي من نظره شويه، يحس انه نظره مغوش او نظره مو صحيح. وكذلك قلنا يكون معرض لنزيف بسبب انه الويك weak walls of the aorta ممكن يصير بيها burst بسبب شنو؟ بسبب جريان الدم. زين، هذه طبعا شلون ماخذين فد أمثلة على مارفان سيندروم بمختلف الفئات العمرية. زين نيجي هنا ال types of connective tissue. types of connective tissue، أنا عندي أنواع 6 من الكونكتيف تيشوز. الاختلاف وين دي يصير؟ دي يصير بالتباين يعني بالدومينيتي مال الخلايا، انه كل مثلا بالنسيج الدهني مثلا كون النسيج هو من اسمه نسيج دهني، فاذا الاديبوسايتس تبرز به اكثر مثلا من الفايبروبلاست. فاذا الاختلاف او اللي ينطيني هذا الانواع اللي تنطيني هاي الانواع الهوايه من الكونكتيف تيشوز هو التباين ما بين الخلايا، ما بين الفايبرز، وكذلك ما بين الجراوند سبستنس. تمام. فيقول لي there are six types of connective tissue that vary by fibers, ground substance and cells contained in it. فاذا الاختلاف ده يصير عليها اساس، ده يصير على اختلاف الالياف، على اختلاف المادة الأساس، على اختلاف الخلايا اللي موجودة في الconnective tissue. Each type has a very specific structure and function. وكل نوع من هاي الأنواع الستة يحتوي، يعني يكون متخصص الوظيفة ويكون متخصص أو 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 إلى في التركيب خاص به، يعني فد نوعا ما نقول عليه تركيب ثابت من ناحية الفايبرز، من ناحية السيلز، من ناحية انتشار اللي ground substance وغيره. هسه راح يجي يناقش لي انواع الكونكتيف تيشوز شباب، التايبس اوف كونكتيف تيشوز، اللي هي اول نوع راح يجي يحكي لي عنه اللي هو اللوز كونكتيف تيشو او ما يعرف بالنسيج الضام الرخو. ليش سميناه رخو؟ لانه الالياف منتشره داخل هذا النسيج بشكل فضفاض، يعني تارك بيناته فراغات، فبالتالي من أبوع عليه ما ألقي دنس، وإنما ألقي أكفد فراغات، وبالتالي هو رخو. فيقول لي الفايبرز آر لوزلي انتروايند أمونج ماني سيلز، يعني شنو؟ يعني إنه الألياف منتشرة بشكل فضفاض ما بين الخلايا، فبالتالي ما موفر لي فد كثافة للنسيج، ما منطيني، يعني انتشار الفايبرز ما منتشرة بشكل ينطيني فد كثافة المن للنسيج الضام. هذا النوع
من اللوس هذا يعني اللوس كونكتيف تيشو بي ثلاث انواع يعني مثلا او 3 تايبس اوف لوس كونكتيف تيشو منتشره داخل الجسم. اول نوع واهم نوع بيهن اللي هو منتشر بشكل كبير داخل الجسم اسمه الاريولار كونكتيف تيشو او النسيج الضام الهلالي او الهلالي. طبعا هذا يعتبر واحد من اكثر الانسجه انتشارا داخل الجسم ويحتوي تقريبا على جميع انواع الخلايا وجميع انواع الفايبرز يعني ما الخاصة بالconnective tissue. فيقول لي one of the most widely distributed connective tissue in the body. يعني شنو؟ يعني يعتبر هذا النسيج واحد من أكثر الأنسجة انتشارا داخل الجسم. يحتوي على contains fibroblasts, macrophages, plasma cells, mast cells, adipocytes. كل أنواع الخلايا اللي حكينا عنها. يقول لي كذلك يحتوي على قليل من خلايا الدم البيض. ويحتوي على الثري تايبس اوف فايبرز اللي حكينا عنها فوق اللي هي الكولاجين والإلاستيك والراتيكولار. زين وظيفته يقول لي هيلبس تو بيرفورم عفوا هيلبس تو فورم ذا سبكوتينيوس لاير. ليش هو انتشاره واسع داخل الجسم؟ لانه يدخل او يساهم في تكوين الطبقه اللي تكون تحت الجلد يسموها سبكوتينيوس لاير. راح يساهم بشكل اساسي في تكوينها من هو هذا الاريولار كونكتيف تيشو. ثاني نوع من انواع اللوس كونكتيف تيشو هو الاديبوس تيشو. هو من اسمه اديبوس فاذا اكيد يحتوي على الاديبوسايتس اللي هي الخلايا الدهنيه. يقول لي ذا سيلز اللي هي الاديبو كولد اديبوسايتس الخلايا اللي يسموها الاديبوسايتس ار سبيشلايزد فور ستورج اوف ترايجليسيرايد. احنا قبل شوي قلنا فوق قلنا انه الاديبوسايتس الخلايا الدهنيه الوظيفة مالتها متخصصة في خزن الدهون، خزن الطاقة على شكل دهون اللي هي ترايجليسرايد. الأديبوسايتس fill up with a large fat droplet so the nucleus gets pushed to one side of the cell. يقول لي من أباوع على هاي الخلية الأديبوسايت تحت المجهر راح ألقي أنه النيوكليوس أو النواش تكون محيطية الشكل وماخذة هيك الشكل مثل المنجلي وهيك. السبب شنو؟ السبب انه هاي الخلية تحتوي على large fat droplet يعني القطرة الدهنية اللي موجودة داخل الأديبوسايت شو تكون كبيرة لدرجة انه تدفع النواة الى محيط الخلية. وهذا الشيء اتذكر يعني اتذكر احنا من شنا بسارت شنا ماخذين هذا الشيء انه الخلايا الدهنية كانت النواة بيها شو تكون محيطية. السبب انه وجود large fat droplet اللي هي هاي القطرات الدهنية او القطرة الدهنية تكون كبيرة لدرجة انه تدفع النيوكليوس وين تدفعها الى محيط الخلية. بما انه هي وظيفة هاي الخلية اللي هي تكون المكون الاساسي في الاديبوس تيشو يعني هي اللي تكون لي معظم الاديبوس تيشو هي الاديبوسايتس ووظيفتها هي خزن الترايجليسرايد. فاذا اكيد انا قبل استنتج انه وظيفتها used for insulation protection and as energy reserve. فاذا وظيفتها عزل حمايه وشنو وخزن طاقه. ثالث نوع هو من هو الراتيكولار كونكتيف تيشو. يقول لي يابا من اسمه راتيكولار كونكتيف تيشو فراح الاقي انه كميه الراتيكولار فايبرز بي كلش كبيره وكذلك الراتيكولار سيلز. تمام. ومن اسمه هي الراتيكولار بمعنى شبكي. فالكونكتيف تيشو راتيكولار كونكتيف تيشو اي النسيج الضام الشبكي. من اباوع له تحت المجهر او فتشي راح الاقي انه شكله صاير مثل الشبكه. السبب شنو؟ يقول لي لان هو يتكون ميد اوف interlacing reticular fibers and reticular cells. يعني يتكون من شنو؟ من reticular fibers و reticular cells من الياف شبكية وخلايا شبكية شبيهة تكون متشابكة مع بعضها وترتبط مع بعضها البعض بشكل نفس النتورك مثل الشبكة مكونة. لذلك انا اطلقت عليه reticular connective tissue نتيجة شكله مو نتيجة تكوين او نتيجة شيء وانما التركيب مالته صاير مثل الشبكة لذلك مثل النتورك. لذلك انا سميته شنو؟ سميته reticular connective tissue. زين هذا من اسمه يعني المفروض مترابط. فاذا used to bind together smooth muscle cells. وظيفته هذا انه يربط لخلايا العضلات الملساء مع بعضها البعض.
تمام. وراها هنا انا منطيكم يعني فد صور على انواع اللوز كونكتيف تيشوز، انا حتى بس تظل ببالكم هذا الاريولار، هذا الاديبوس، وهذا الرتيكولار كونكتيف تيشو. بتلاحظون شلون صاير بشكل شبكه، يعني بس تقدرون تطبعون عليها. اما كحكي نظري فما يفيدكم، تقدرون تقرون السلايدات كنظري. ثاني نوع شباب هو النسيج الضام الكثيف اللي هو الدنس كونكتيف تيشو. بما انه هو دنس او كثيف، فاذا الفايبرز لازم تكون باكثر واكثف واثخن وكل شيء. فاذا يقول لي contains more numerous، اكثر ثيكر تكون اسمك، and denser fibers، والفايبرز الالياف شو تكون بتكون اكثف، but fewer cells than loose connective tissue. يعني هسه هناك راح ألقي أحد الفروقات ما بين اللوز والدنس كونكتيف تيشو. اللوز الخلايا تكون أكثر والفايبرز قليلة، الدنس بالعكس الفايبرز تكون كثيرة والخلايا تكون قليلة. عندنا 3 تايبس شباب من الدنس كونكتيف تيشو: دنس ريجولر منتظم، يعني دنس الريجولر غير منتظم، والإلاستيك اللي هو المرن. زين، نيجي على أول نوع بيهن اللي هو الدنس ريجولر كونكتيف تيشو. يقول لي هو عبارة عن شنو هذا الدنس ريجولار كونكتيف تيشو؟ يقول لي عبارة عن فد باندلز، فد حزم من الكولاجين فايبرز ارانجد شبيهة شو تكون، بما انه اسمه دنس ريجولار فاذا هي ارانجد ريجولارلي. يعني شنو؟ يعني شو اسمه مترتبة بشكل منتظم ان بارالل باترنز، يعني بمستويات متوازية ذات جيف ات سترينث. فبالتالي هذا الشيء ايش راح ينطيها؟ راح ينطيها القوه، انه هاي هي كولاجين فايبرز فوق، مو هي كثيفه وتكون ثيك وغيرها، فالاقيها مترتبه على شكل حزم بشكل متوازي وبصوره منتظمه، فبالتالي اكيد راح تنطيني فشنو؟ تنطيني فسترينث. هذا الشيء withstands pulling from the ends، فاذا هي شبيهه withstands تتحمل قوات أو تقاوم الشد والسحب، تقاوم البولينج السحب from the ends. وين ألاقيها غالبا هاي الدينس ريجولار كونكتيف تيشو؟ الموقع أهم شيء مالتها إنه وين أفتهمها؟ ألاقيها بالتندنز وبالليجامنتس، ألاقيها بالتندنز والليجامنتس. لا تلاحظون الانتظام بشكل هنا بهاي الصورة مترتبة in parallel pattern، ألاقيها شو اسمه arranged regularly بصورة منتظمة. وهاي صورة histologically يعني موضحت لكم الترتيب بالدنس regular connective tissue. هسه عندنا الدنس irregular connective tissue، يقول لك هنا أنا بالدنس irregular connective tissue الكولاجين fibers are packed تحزم closely together in an irregular random pattern. يعني تترتب الكولاجين فايبرز مو مثل فوق بشكل مرتب ووحده جوا اللخ وايش، لا لا تكون باك تحزم وحده بصف اللخ بالضبط بشكل غير منتظم وبشكل عشوائي راندوم باترن، يعني ناس فايته بنص ناس. يقول لي وين موجوده هاي؟ انا اهم شيء شباب تعرفوا لي بكل كل كونكتيف تيشو وين المثال عليه. مثلا بالدينس دينس ريجولار قبل شويه قلنا بالليجامنتس وبالتندن، هنا يقول لي فاوند ان بارتس اوف ذا بودي وير بولينج فورسز ار اكسيرتد ان فيريس دايركشن. يعني هناك كانت تقاوم السحب فقط منين؟ فقط من الانتس. ليش؟ وذ ستاندز بولينج فروم ذا انتس، لذلك وجدناها وين؟ بالتندنس وبالليجمس. يعني هاي فد شغلات مترتبه والسحب مالتهن وين يصير؟ يصير فقط من النهايه. بينما هنا اكو مناطق بالجسم قوات الشد والسحب تكون من عده اتجاهات، لذلك لازم اكو فد فايبرز مترتبه بعده اتجاهات بشكل عشوائي، حتى منين ما يجي قوه الشد والسحب اكو فد مقاومه، راح يلقي فد مقاومه. فيقول لي found in parts of the body where pulling forces are exerted in various directions. يعني يوجد في أجزاء من الجسم بحيث قوات الشد والسحب اللي تسلط عليها تكون من جميع الاتجاهات. وبما أنه أنا عندي الفايبرز مترتبة بجميع الاتجاهات، ليش؟ لأنه in random pattern بشكل عشوائي، فمنين ما تجي قوة الشد أو السحب راح تلقي مقاومة.
من الأمثلة شباب على الأماكن اللي تتواجد بها هاي الدينس الريجولار كونكتيف تيشو، يعني اللي تسلط عليها قوة قلنا من جميع الاتجاهات، هي الهارت فالفز مثلا، اللي هي صمامات القلب، البريكوندريوم اللي هو السمحاق اللي يحيط بالغضاريف، والبيري أوستيوم اللي يحيط بالعظام. فده تلاحظون هنا الشكل الهيستولوجي للدينس الريجولار كونكتيف تيشو، ده تلاحظون انه متخربطه، يعني انه الانسجه او الفايبرز مترتبه بشكل مخربط. وظيفته هذا الدينس الريجولار او الدينس كونكتيف تيشو بصوره عامه، وظيفته هي دعم واسناد. ليش؟ لانه الفايبرز اللي بيه كلش عاليه. ثالث نوع شباب هو الالاستيك كونكتيف تيشو. طبعا من اسمه الاستيك كونكتيف تيشو، فاذا هو يحتوي على شنو؟ على كميه كبيره من شنو؟ من الالاستيك فايبرز، وكذلك يحتوي على ايش؟ على يعني نوع الخلايا اللي هي تكون دوميننت او مسيطره به هي الفايبروبلاست. فاذا كونتينز برانشينج الاستيك فايبرز، يحتوي على الاستيك فايبرز متفرعه وفايبروبلاست. هذا اللي يميزه انه لونه يكون يلو ان كلر، يكون سترونج قوي، كان ريجين شيب افتر ستريتشنج، يعني يكون مرن بين قوسين، يقول لي انه هو سترونج ومرن فليكسبل، بحيث انه يسترجع شكله، كان ريجين شيب افتر ستريتشنج، ورا ما اسحبه ممكن يرجع هو الشكله مثل المطاط، ولذلك يسموه المطاطي او المرن او هيك شيء. وانا القيه دائما القيه بالشغلات اللي دائما تكون معرضه لايش؟ تكون معرضه ل ل لش اسمه لانتفاخات، لجريان. مثلا اللانجز، الهواء شو يسوي لها؟ الهواء ينفخها، فاني حتى ترجع شكلها، حتى ترجع شكلها تحتاج الى الاستيك فايبرز حتى يسوي فد حركه يسموها الريكويل، اللي هي عوده اللانج الى شكلها، يسموها الريكويل. ف لذلك يتواجد بشكل كبير باللانجز، ويتواجد بالارتريز كونه يصير بي دايلتيشن وكونستركشن، وهاي ونتيجه مثلا جريان الدم مرات يجري بشكل كبير، فش يصير؟ يضطر الارتر انه يصير بي دايلتيشن، وبعدين من يقل جريان الدم او من يقل الضغط او فش يصير؟ لازم شي يصير؟ بيصير بي ريكويل ويرجع حماته لشكله، وهذا الشيء يتطلب وجود الاستيك كونكتيف تيشو. هذا شكل الالاستيك كونكتيف تيشو هيستولوجيكال، يخاف يجيكم بالسلايدات. هسه راح نحكي على النوع الاخر من الكونكتيف تيشوز، اللي هي من هي الكارتليج او الغضاريف. الغضروف اذا اجي اباوع لك تركيب، فهو عباره عن فد شبكه مكونه من الالاستيك فايبرز والكولاجين فايبرز، وكل هاي الشبكه مطموره في ماده مطاطيه يسموها الكوندرويتين سلفيت. فمثل ما نشوف هنا، أنا كاتب لي انه هي عبارة عن دينس نتورك، عبارة عن شبكة كثيفة من الكولاجين فايبرز والإلاستيك فايبرز. هاي الشبكة مطمورة في مادة اسمها الكوندرويتين سلفيت. هاي الكوندرويتين سلفيت تمثل المادة المطاطية للمادة الأساس، يعني المكون المطاطي للمادة الأساس هي من هي الكوندرويتين سلفيت. يعني وهذا الشيء طبعا راح ينطيها مرونه، يعني يساعدها على تحمل الشد والسحب والمط وغيرها. ف يقول لي انه الكوندرويتين سلفيت، حاط لي بين قوسين انه هي الربري كومبوننت او المكون المطاطي المن للجراوند سبستنس، او نسميناها الماتريكس مال كونكتيف تيشو. زين، الكارتليج كان ويذستاند مور ستريسز ذان دنس اند لوس كونكتيف تيشو، بالتالي هو يتحمل ضغط وشد وسحب وقوة أكثر من اللوس كونكتيف تيشو ومن الدنس كونكتيف تيشو، كون هذا التركيب مالته جدا مدعم، يعني مكون من كولاجين فايبرز وإلاستيك فايبرز، وهذه كلها ماتن مطمرة في مادة الكوندرويتين سلفيت اللي أيضا تعتبر مطاطية، فبالتالي هو ويذستاند تتحمل هاي عمليات التوتر هذا اللي يصير بيها. لذلك الكارتليجز نلاقيها يعني دائما بالمفاصل، وهاي كونها تتحمل هذا التقمز والركض وغيرها، يعني هي تكون مناطق الضغط عليها اكثر، هي اللي تسحب القوه. زين، الكولاجين فايبرز ميك ذا تيشو سترونج، كوندرويتين سلفيت ميك ات ريزيلينت. يعني شنو؟ يقول ان الكولاجين فايبرز هي راح تنطي القوه لل شو اسمه، كولاجين فايبرز هي راح تضفي او تنطي القوه للغضروف، بينما الكوندرويتين سلفيت اللي هي هذا المكون المطاطي هو ايش راح يخلي؟
راح يخلي الغضروف resilient، راح يخليه شنو مرن او يخليه مطاطي. زين نجي بالنسبه للمكونات مال الكارتلج، شنو ممكن نلاقي اذا اجي اباوع على تحت الميكروسكوب شنو ممكن الاقي؟ يقول لي ممكن تلاقي كوندروسايتس اللي هي الماتشور كارتلج سيلز اللي هي خلايا غضروفيه بالغه، وعندك فد شغله يسموها اللاكيوني او اللاكيونه اللي هي عباره عن فد فراغات موجوده في الماتريكس، فراغات موجوده في الماتريكس او بالجراوند سبستنس. هاي تجي هاي الفراغات تمليها من يتمليها الكوندروسايتس او الخلايا، الخلايا الغضروفيه. وعندك اللي يحيط بالغضروف هو من هو البيري كوندريوم، البيري كوندريوم اللي سميناه السمحاق، اكو سمحاق الغضروف وسمحاق سمحاق العظم. فالبيري كوندريوم هو السمحاق اللي يحيط بالغضروف، هو حكينا فوق انه هو عباره عن دينس ريجولار كونكتيف تيشو ذات سراوندز كارتلج. هو دينس يعني التايب اوف بيريكوندريوم هو دينس ريجولار كونكتيف تيشو، هذا اهم شيء تعرفوه به. زين شنو انواع الكارتلج؟ الكارتلج ثلاث انواع، هي الهيالين كارتلج والفايبرو كارتلج والالاستيك كارتلج. الكارتلج بصورة عامة نفس ما اتفقنا قبل شوية قلنا انه الكارتلج تكون افاسكولر، يعني ما تجيها عفوا ما يغذيها دم، ما تحتاج الى دم، ما تحتاج انه يجيها فيزلز. وكذلك نو نيرف سبلاي، ما يغذيها اعصاب. لكن هذا الكلام يخص الكارتلج هو كغضروف، لكن لا يخص البريكوندريوم اللي هو السمحاق اللي يحيط بالغضروف، لان هذا السمحاق او البريكوندريوم يكون فاسكولر ويكون بينيرف سبلاي، يعني تغذي اعصابه وتغذي ويغذي دم شرايينه واورده وغيرها. اما هذا الكلام يشمل منه يشمل البريكوندريوم، بينما الكارتلج لا يكون افاسكولر وما بينيرف سبلاي. زين اول نوع من انواع الكارتلجز او الغضاريف هو الهيالين كارتلج. طبعا هذا النوع تلقوه دائما في نهايات العظام الطويله، يعني مثلا عظمه الفيمر بنهايتها راح نلقي انه الني جوينت اللي هو مفصل الركبه، راح نلقي انواع الغضاريف اللي موجوده هنا هي غضاريف هيالين كارتلج. مثلا كذلك بالنسبه للكتف، بالنسبه ل الالبو جوينت، وهكذا يعني في نهايات العظام الطويله. فنجي بالنسبه كتركيب الهيالين كارتلج، الماده الاساس مالته شو تكون؟ تكون جيل لايك، ماده جيلاتينيه. الجراوند سبستنس تكون جيل لايك. الكولاجين فايبرز تكون فيزبل لو نوت فيزبل، تكون نوت فيزبل وذ نورمال ستينز، يعني بالتصبيغ الطبيعي، التصبيغ الهيستولوجي الطبيعي ما راح اشوف الكولاجين فايبرز الظاهر يحتاج انه صبغات خاصه. والكوندروسايتس تكون كثيره، تكون بروميننت بارزه. فاذا الجراوند سبستنس جيل لايك، الكولاجين فايبرز تكون نوت فيزبل وذ نورمال ستينز، والكوندروسايتس تكون بروميننت. هذا النوع من الكارتليج هو الموست ابندنت كارتليج، هو النوع الاكثر انتشارا من الغضاريف داخل الجسم. وين الاقي دائما؟ نفس ما اتفقنا قلنا الاقي بنهايات العظام الطويله. ويعتبر هذا النوع من الكارتليج هو اضعف الانواع الثلاثه. الهيالين هو الويكست، هو اضعف واحد بهم، ويكست اوف ذا ثري تايبس اوف كارتليج. تمام، هذا شكله، هاي اللاكيوني اللي تقعد بيها الكوندروسايتس، وهذا البريكوندريوم، وهذا الشكل مال الهيالين كارتلج او الكارتلج بصوره عامه. ثاني نوع من الكارتلج هي الفايبرو كارتلج. الفايبرو كارتلج من شلون التركيب مالته او شلون التركيب متوزع؟ عندنا كوندروسايتس اللي هي الخلايا الغضروفيه scattered among visible bundles of collagen fibers. هناك قبل شوي قلنا على الكولاجين فايبرز كانت not visible، هنا لا، الكوندروسايتس متوزعه among visible bundles of collagen fibers، يعني متوزعه على يعني بشكل مرئي على الحزم مال الكولاجين فايبرز. زين هذا النوع اللي يميزه كلش مهم، هاي المعلومه انه no pericondrium،
هذا النوع شباب ما يحيط به بيريكوندريا، ما يحيط به سمحاق، ويعتبر هو النوع الأقوى من الأنواع الثلاثة. يعني إذا قال لي this جاني MCQ يقول لي the strongest type of cartilage is، ومنطيني في خيارات هيالين وفايبرو كارتيلج واللاخ، أقول له لا يا بل الفايبرو كارتيلج هو الأقوى بهم. زين يا نوع اللي ما يحتوي على بيريكوندريوم هو هماتين الفايبرو كارتيلج، وين الموقع مالته، وين ألقي؟ مهم جدا موقعه، موجود يعني التايب مال الكارتيلج اللي هو الانترفيرتيبرال ديسك، هي مو عبارة عن كارتيلج عن غضاريف، هاي نوعها فايبرو كارتيلج found in the intervertebral disc. الانترفيرتيبرال ديسك اللي هي هاي الديسكات اللي موجودة ما بين الفقرات، هذا نوع الكارتيلج مالته هو شنو؟ هو فايبرو كارتيلج، هذا الشكل مالته. ثالث نوع وهو الأخير من الكارتيلجز اللي هو الإلاستيك كارتيلج، هذا مختصرة أنه الكوندروسايتس موجودة ضمن شبكة خيطية من الإلاستيك فايبرز، أنه إلاستيك فايبرز متوزعة بشكل شبكة، وهاي الشبكة تحتوي على إيش؟ يعني متوزعة خلالها الكوندروسايتس أو الخلايا الغضروفية. هذا النوع provides strength، ينطينا فت قوة، elasticity ينطينا إلاستيكية أو مرونة، and maintains the shape of certain structures. مهم جدا أنه أعرف الإلاستيك كارتيلجز موجودة وين؟ موجودة بالإكسترنال إير، هذا هاي الجزء الخارجي مال الأذن مالتكم اللي هي الأذن الخارجية، هذا نوع الكارتيلج أو نوع الغضروف اللي موجود هنا هو إلاستيك كارتيلج. فإذا هو ينطينا فت قوة ومرونة، ويحافظ maintains the shape of certain structures، يحافظ على شكل بعض الأعضاء بما فيها الإكسترنال إير أو الأذن الخارجية. وراها راح يناقش لنوع آخر من الكونكتيف تيشو اللي هو النسيج العظمي أو البون تيشو أو ما يطلق عليه بالأوسيس تيشو. أنا عندي نوعين من العظم، كل عظم يعني نوعين من النسيج العظمي. عندنا نسيج عظمي نسميه الكومباكت أو المدمج أو فشي صار قوي يعني، والنوع الثاني اللي هو الإسفنجي السبونجي. فإذا عندنا two types compact and spongy. الكومباكت شباب شنو هي مكوناته؟ يتكون من، بس اول شيء نفتهم شنو هي، اوستيون. يقول لي ان الاوستيون هي البيسك يونت، هي الوحده الاساسيه اوف كومباكت بون. خليت لكم هنا صوره بتلاحظون انه هذا الشكل الاسطواني، او هنا هذا مثل ملويه سامراء، هذا فد شكل اسطواني، قوطيه اسطوانيه. هاي هي الاوستيون شباب، هاي عباره عن اسطوانه موجوده بداخلها كل تراكيب العظم او كل تراكيب الكومباكت بون بما فيها الماتريكس والاوستيوسايتس وغيرها. فاذا هي البيسك يونت اللي تنطمر بها جميع مكونات العظم. اذا تلاحظون هنا الصوره اليمنى انه هاي الاوستيون اللي هو يعتبر فت قالب، موجود باللاملي الصفائح مال الماتريكس، بالخلايا العظميه، بالوسط اللي يحتوي على نيرف، عفوا ارتري وفين اللي هي مال شو اسمه اوعيه دمويه وغيرها. فإذا هذا هو الأوستيون، هذا فكرته، هو البيسك يونت، هو البيسك يونت اوف كومباكت بون اللي هو عبارة عن ياخذ شكل سلندريكال شيب. اللاميلي اللي هي عبارة عن شنو، هي كونسنتريك سيركلز اوف ماتريكس، اللي هي عبارة عن دوائر متحدة المركز. تلاحظون هاي الدوائر، هاي عبارة عن دوائر متحدة المركز من الماتريكس، يسموها اللاميلي، لاميلي تمام، او مفردها لاميلا يعني صفائح. كذلك اكو اللاكيوني، اللاكيوني هي نفس سالفه اللاكيوني مال الغضاريف، انه هي فد سبيسز، انه هي عباره عن شنو، عباره عن سبيسز تقعد بيها، يعني سبيسز ان ذا ماتريكس ذات هاوس سيلز، اللي هي سبيسز من موجوده في الماتريكس مال الخليه او بالجراوند سبستنس، من يجي يستقر بها، يجي يستقر بها الخلايا العظمية، حال سالفة الغضاريف هما تنسميناها هناك اللاكيوني. وعندك الأوستيوسايتس اللي هي تعتبر الخلايا العظمية البالغة، ماتشور بون سيلز. هاي هي مكونات الكومباكت بون تيشو، أوستيون اللي هو هذا الشكل الاسطواني، واللاميلي اللي هي هاي الدوائر المتحدة المركز، واللاكيوني اللي موجودة بها الأوستيوسايتس اللي تقعد بيها الاوستيوسايتس، وعندنا الاوستيوسايتس اللي هي شنو، هي الماتشور بون سيلز.
اما النوع الثاني من البون تيشو فهو السبونجي بون تيشو، اللي هي عبارة عن columns of bone with spaces filled with red bone marrow. هذا فكرته. تلاحظون هسه اللي على اليمين هذا compact bone، تلاحظون، وعلى اليسار الى الداخل راح القي نوع النسيج العظمي ينتقل من الكومباكت الى ايش؟ الى السبونجي. من الكومباكت الى السبونجي. اذا تلاحظون انه السبونجي شبيه هو عباره عن عواميد من او فد شبكه من النسيج العظمي تترك بيناتها فراغات. هاي الفراغات شنو يمليها؟ يمليها الاوعيه الدمويه، ويمليها ايضا البون مارو او نخاع العظم اللي هو من خلاله راح يتم انتاج الدم وغيره. تمام. فهذا هو فكره النسيج العظمي بصوره عامه، كومباكت وسبونجي. والكومباكت عرفنا انه يتكون هذا التراكيب مالته من اوستيون وبعدين لاميلي وبعدين اكولاكيني واوستيوسايتس، بينما السبونجي فهو عباره عن فشي هو من اسمه سبونجي يعني سفنجي، فشكله صاير بالضبط مثل الاسفنجة، بيناتهم فراغات ظروف. هاي الظروف يمليها من هو؟ يمليها نخاع العظم. هنا أنا ماخذ لي فد صورة مجهرية لعظم شخص صاير عنده هشاشة بالعظام. هشاشة العظام أو نسميها الأوستيوبروسيس هي فد حالة عندما يقل مستوى الكالسيوم مثلا في دم شخص ما، فالعظم راح ينطفئ الاستجابة ويقوم يطلع كالسيوم وينطل الدم في سبيل يحافظ على مستوى ثابت، لأنه أنا إذا يقل الكالسيوم أو يرتفع زيادة عن اللزوم أنا راح يسبب لي مشاكل عصبية وعضلية وحتى سايكولوجيكال وبرين، وتدخل بيها وايد تفاصيل بعدين تاخذوها اللي هي الهايبو والهايبر كالسيميا. لكن هنا أنا بس منطيني شكل يعني بالالكترون مايكروسكوب الظاهر لعظم شخص عنده اوستيوبوروسيس، فيقول لي ان الكترون مايكروغراف سكان اوف سبونجي بون، يقول لي سبونجي بون هذا ان اوستيوبوروسيس بيشنت، بشخص عنده هشاشه عظام. وراها راح يحكي لي يقول لي انه الاوستيوبوروسيس اكورز، امتى تحدث الاوستيوبوروسيس؟ عندما البوديز بلاد كالسيوم ليفل از لو، عندما يقل مستوى الكالسيوم بالدم and calcium from bones is dissolved into the blood to maintain a proper balance. وبالتالي أنا عندي الدم بقليل كالسيوم، فالعظم يقول يأخذ من عنده كالسيوم يقوم ينطل الدم حتى يحافظ لي على مستوى طبيعي من الكالسيوم. لكن هو شنو؟ بالتالي دي يؤدي نفسه ودي يصير عنده هشاشة، ومن أحد أعراض الهشاشة إنه سهولة كسر العظام وهواي سوالف يصير عنده. اخير نوع راح يناقش لي من الكونكتيف تيشو اللي هو الدم، البلاد تيشو. البلاد تيشو هو عباره عن كونكتيف تيشو وذ ليكويد ماتريكس. الماتريكس مالته يكون شنو؟ اللي هو البلازما، هو يعتبر الماتريكس. هو عباره عن كونكتيف تيشو وذ ايش؟ وذ ليكويد ماتريكس. شنو هي البلود؟ من شنو يتكون؟ يتكون من، كنا ندري، من خلايا دم حمر وبيض وبليتلتس اللي هي الصفيحات الدمويه. الار بي سي او الاريثروسايت وظيفتها ترانسبورت اوكسجين، نقل الاوكسجين، نتيجه احتوائها على ايش؟ نتيجه احتوائها على الهيموغلوبين. بينما الوايت بلود سيلز فوظيفتها مناعيه بحته، فهي فانكشن ان اميونيتي، وظيفتها مناعيه، وبيها هواية أنواع بعدين تتعرفون عليها بتفاصيلها، بما فيها النيوتروفيلز اللي هي الخلايا المتعادلة، والإيوسينوفيلز والبيسوفيلز، واللينفوسايتس بنوعيها تي والبي، والناتشرال كيلر سيلز، والمونوسايتس اللي هي الخلايا الوحيدة. وأخير نوع من خلايا الدم هو البليتليتس أو الصفيحات الدموية، فهذا كلنا نعرف أنه وظيفته هو البلاد كلوتينج أو عمليات تخثر الدم يساهم بها الصفيحات الدموية. إلى هنا شباب وخلصت محاضرتكم، إن شاء الله تكونون استفادتوا. إذا أحد عندكم عنده سؤال أو فشي يقدر يسأل بالجروب، إن شاء الله نتناقش بها ونجاوب عليها. شكرا جزيلا لحضراتكم.